عندنا طبعا اتكلمنا كتير جدا عن فكرة النادي الاهلي وعلاقته بالاندية الشعبية داخل مصر، كمان النادي الاهلي وعلاقته بالاندية الشعبية خارج مصر، ويمكن كلنا تابعنا اثار تعاقد النادي الاهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني واللي حصل في القاره، لدرجه ان رئيس جنوب افريقيا تحدث عن فكره التعاقد واصبح بيتسو موسيماني سفير جنوب افريقيا في النادي الاهلي. يمكن كمان ازمه الاهلي والهلال السوداني، الجماهير كانت غاضبه بشكل كبير جدا حتى من فكره التعامل مع لاعبي النادي الاهلي، وطبعا كان سبب الاثار دي اثار اعلاميه ومن هنا من مصر، ولكن النادي الاهلي بعد المباراه طلع بخطاب بيؤكد على روح التعاون بين مصر والسودان، وده موقف النادي الاهلي الوطني المسؤول اللي بيظهر في قراراته. وللاسف بتتكرر نفس المشكله اعلاميا، وبيبدا البعض يقود حمله ربما مش ربما هي بتؤدي فعلا لتعصب، وبدانا حديث عن عنصريه. الكابتن مدحت شلبي قاد الحمله دي في انتقاده لكهربا، تعالوا نشوف قال ايه عشان عندنا تعقيب. يعني بعد ما كهربا جاب جون فرد ريشه شوي، لا ما ينفعش يا كهربا، لانه هذه الامور لا تصح على الاطلاق. لازم تبقى لاعب ملتزم 100% مع فريقك ومع الفريق المنافس فيما يتعلق بالسلوكيات. انت كافح والعب بقوه واستميت على كل كوره وابذل كل ما لديك من قوه، هذا امر ما فيهوش جدال، ولكن ما تخرجش عن النص، لان خروجك عن النص بيوتر فرقتك، بيوتر زمايلك، ربما يعرضك لكارت ملون تخسر فرقتك. فانا ده انا كان لازم اقول هذا الامر فيما يتعلق بكهربا، مش هزود عن كده، ولكن اذا اتكررت منك يا كهربا هنزود ونجيب الدفاتر القديمه كلها. وانت عارف انا جبت قبل كده في قناه اخرى الدفاتر القديمه وانت زعلت والكلام ده كله، فنرجو الالتزام يا كهربا. المره دي كده هتبقى اشاره صغيره ليك حتى تلتزم في المرات القادمه. يعني ماذا لو كان الكابتن مدحت شلبي وقف عند فكرة النصيحة وما كانش بدأ أو استكمل كلامه بفكرة التهديد ونجيب دفاتر تتقرى في وقت أنا ما شفتش إعلامي رياضي بيهدد لاعب على الملأ؟ وده فارس فتح سكة كبيرة جدا لفكرة انتقاد اللاعب، لأن توقيت برنامج الكابتن مدحت شلبي كان بعد المباراة مباشرة. بس هل الكابتن مدحت شلبي من وجهة نظرك هو اصلا بيتعامل بمسطره واحده مع كل لاعبين؟ ده انا بقى عايز اخد منك فكره ماذا لو كان وجه الامر على شكل نصيحه، وده اللي عمله مع شيكابالا، وده اللي محتاجين نروح نشوفه عشان نقيم الفرق بين الموقفين. نشوف. ما اعتقدش ان يقصد بيها حاجه شيكابالا على فكره، من لعيبه من ذوي الخلق يعني. هو يعني دي زقه طبيعيه جدا يعني هارد لك او بتاع او حاجه كده. لانه شيكابالا اخلاقياته جميله. ولعيب حريف، لكن مؤكد هو نفسه ان هو يعمل حاجه. على فكره انا مش في مجال هنا، احنا مش جايبين الفيديو عشان نهاجم شيكابالا خالص ولا نتكلم عن شيكابالا. كابتن مدحت شلبي هو هنا افترض كل حسن الظن وتغاضى عن اي حاجه وقال شيكابالا احنا عارفين اخلاقياته جميله. ايا كان، ده تقييم كابتن مدحت شلبي وهو حر فيه. تعالوا بقى نشوف فكره تقييم كهربا اللي كان في نفس اللقطه. ده انا هجيب لك الدفاتر. كابتن مدحت شلبي انت معيارك مختلف، انا مش هاممني كمان معيارك المختلف بقدر ما هاممني حساسيه الموقف اللي انت كنت بتتكلم فيه في مباراه افريقيه طرفها شقيق سوداني حاولت تبدا مشكله طورت بعد كده وبقت منهج عند اعلاميين اخرين زي ما هنشوف يا اسامه. بالتاكيد زي ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هي تطورت وبقت منهج عند اعلاميين اخرين. وبالمناسبه اللي اتقال من كابتن مدحت شلبي في فيديو شيكابالا كان على الهوا، لكن اللي اتقال عند كهربا كان بعد الهوا، يعني كان المفترض ان انت تكون اهدى، تكون بتقيم بشكل اسرع او اهدى، فبالتالي تطلع وجهه نظر منطقيه اكتر من كده. لكن اعلامي طبعا خد السكه بتاعه الكابتن مدحت شلبي، وللاسف في قناه النيل للرياضه، وحاول يلعب في فكره نبذ التعصب واثاره الفتن بين جماهير النادي الاهلي والمريخ، ممثل مصر وممثل السودان. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. المريخ السوداني يكرر شكوى كهربا نجم الاهلي للكاف بسبب العنصريه. أو الحقيقه بصوا يعني عشان بس نتفق، هو النادي الاهلي مش هيخلص من مشاكل كهربا، اسمعوها مني، ومش هيلتزم على فكره، يعني ما تحاولوش. هي المساله دي طبيعه شخص، دي طبيعه شخص، يعني وجب اتخاذ اجراء صارم مع كهربا، لانه واضح انه موسيماني يفضل هذا اللاعب كثيرا. في علاقه ما بين موسيماني وكهربا، علاقه وطيده، علاقه
خلينا اقول شخصيه. فده دي مش اداره الاهلي من الاخر يعني. كلام صعب جدا يتقال في قناه رسميه عن فكره ان اللاعب بيلعب بسبب علاقه شخصيه بينه وبين المدير الفني، وان ده مش من مبادئ النادي الاهلي. وواضح جدا ان انت مش متابع النادي الاهلي بقالك فتره طويله، ومش من دورك ان انت تقول ان افقدوا الامل في كهربا. واعتقد النادي الاهلي بتحصل لما بيحصل اخطاء لاي لاعب بيتم العقاب، واعتقد كهربا يا فارس اتعاقب بغرامه ماليه كبيره جدا لما حصل قصه داخل غرف الملابس. فاعتقد لو النادي الاهلي شايف ان كهربا مخطئ، لموسيماني او اي مدير فني يقدر يمنع اداره النادي الاهلي من معاقبه اي لاعب مخطئ. لا، هو ما يعرفش يعني ايه نادي اهلي وما يعرفش ادبيات النادي الاهلي، ولكن رايه في كهربا ده نفسه كان مجرد راي في البرنامج فني، او هو عنده وجهه نظر مش فاهمها، ولا تحول لامر خطير جدا على الهواء يستدعي وقفه مهمه جدا. نروح ونشوف الفيديو لان عندنا تعقيب مهم. لاعب هو اشتكى، واللاعب ما اشتكاش ولا قال حاجه. امال ايه الخبر قدامي كان بيقول كده؟ احنا اللي مألفين القصه. مين اللي مألف؟ الاعلام، مش احنا يعني. ما انت مش احنا. الاعلام بيتامر على لاعب مصري؟ طبعا. ليه؟ يعني هو انا كنت واقف جنبه؟ هو اللاعب اشتكى؟ اذا كان بتوع المريخ نفسهم قال لك ما حصلش حاجه، واحنا مش هنقصر حتى لو في مثلا شد وجذب، لكن ما قالوش كلمه. احنا بقى خلناها كلمه عنصريه وقال لك الخبر اهو، وقدموا شكوى للاتحاد الافريقي. فين ده؟ فين الشكوى؟ المريخ يطلعها. مريخ ايه؟ الاتحاد الافريقي يطلعها لو جات له شكوى. يطلعها فين؟ قول جات يبقى يطلعها بقى النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي ماله؟ النادي انا الأهلي. بقول لك الخبر اللي امامي، النادي الاهلي سال بتوع المريخ هو حصل حاجه؟ قالوا له ما حصلش حاجه. طب امال ايه الشكوى اللي هتتقدم؟ كلام هنا اهميته ان مش في ايه اللي اتقال من الشخص اللي ممكن، على فكره مش فكره مشاهداته او تاثيره، ولكن الجانب المريخي لما يتفرج على مقدم برامج في قناه حكوميه هيتعامل ان ده الموقف الرسمي. يا جماعه ما ينفعش يحركنا في اعلام رسمي بعض الجروبات اللي احنا عارفينها كويس وناخد الاخبار منها، لان اللي حصل على الهوا ده كارثه يا اسامه. بالتاكيد، وخبر اصلا غير صحيح. واعتقد اللي وصل للجانب المريخ السوداني، اعتقد مسؤولي المريخ السوداني اتعاملوا معاه بمنتهى الشفافيه وبمنتهى العقل والمنطق. ودي التصريحات اللي صدرت من جانب نائب رئيس المريخ السوداني اللي بتاكد ان تم التعامل مع ازمه كهرباء السوليه، ان يعني اذا اعتبرناها ازمه اللي هي الانفعال اللي حصل بسيط ده، وصل ازاي للمريخ السوداني وشاف ازاي وهم قيموا الاعلام المصري ازاي. نشوف الفيديو. حقيقه ما حصل من يعني كلام كتير انا سمعت حقيقه في سمعته من الاعلام حقيقه من بعض الاعلاميين في مصر او الاعلاميين في السودان. نعم. تناولوا امر بعض المشاكسات اللي ممكن تحصل في المباريات شيء عادي وشيء طبيعي جدا. لم يلغى لمستوى ان تكون هناك شكوى. وان ممكن نعتبر الامر ممكن اذا حصلت اشكاليه ممكن تعالج في اطار عقاب، باعتبار ان النادي المريخ والنادي الاهلي اشقاء. نعم. فحقيقه نريد ان يكون الاعلام يتناول الامور بشكل ايجابي، ان يكون النقد نقد بناء. ممكن احنا قبل ايام برضو سمعنا هنا يعني كلام عن مباراه الزمالك والاسماعيلي، وكان التناول بشكل غير دقيق. والمهنيه مهمه حقيقه في الاعلام. نعم. يعني لابد من انك تغفل الخبر بمصدره الصحيح والحقيقي. نعم. طيب، وبالتالي المصدر الصحيح نفسه بيقول انه ما فيش اي مشكله، وانه الامر لا يتعدى كونه امر تم داخل الملعب، لا يعالج الا داخل الملعب وليس الى خارج الملعب. اصعب رساله ممكن توجه لاعلام مصري عن نادي بيلعب في نادي، عن لاعب بيلعب في نادي مصري، هي الرساله اللي وصلها نائب رئيس نادي المريخ فارس لما قال المهنيه مطلوبه. وهو ادى البعض درس في ان لازم نخاف على لاعبتنا ونخاف على اعلامنا الرياضي، لان البعض ما ينفعش ينظر ليه النظره دي.